السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع نقص العناصر في الأشجار والنباتات. طبعا نقص العناصر لا يعني عدم وجود العنصر في الأرض أو في التربة، قد يكون هناك أسباب أخرى أدت إلى ظهور علامات نقص العناصر. طبعا عندنا تجربة بسيطة، عندنا نبتة النعناع هذه تعاني من مظهر نقص العناصر كما هو واضح على الأوراق، وسبب النقص هنا هو محدودية التربة ومحدودية الجذور. ولكي نثبت ذلك سوف نقوم بإضافة التربة فقط بدون إضافة أي أسمدة، تربة فقط. طبعا استعملت تربة مستعملة معقمة ولكن غير مخصبة، يعني غير مسمدة. نضع التربة الآن ونعطيها ماء فقط، ونلاحظ الآن بعد مرور 6 أيام نلاحظ أن النبتة انتعشت وزاد فيها الاخضرار كما نشاهد، وكل هذا بدون إضافة أي أسمدة. أيضا نشاهد تمدد وتشعب المجموع الجذري والاخضرار والانتعاش الذي ظهر على النبتة هو بسبب نمو وتمدد الجذور، ونمو وتمدد الجذور هو بسبب توفر المساحة، يعني بسبب زيادة التربة. وكما نشاهد التربة شبه جافة. نشاهد الآن في اليوم التالي زيادة نسبة الاخضرار وزيادة نمو وتمدد المجموع الجذري. لذلك أغلب مشاكل نقص العناصر سببها يكون في وجود مشكلة في التربة أو مشكلة في المجموع الجذري تمنع أو تقلل امتصاص الماء المحمل بالأملاح الغذائية. وبمجرد أن تحل هذه المشكلة تتمدد الجذور وتحصل على الأملاح الغذائية. مهما كانت التربة فقيرة بالعناصر فإنها تحصل وتستفيد من العناصر المتوفرة. لذلك إضافة الأسمدة مباشرة ليس حل، لأنه إضافة الأسمدة على تربة أساسا تعاني من مشاكل، هذا يزيد عندك المشكلة ما يعالجها. هذا وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم.